أسطورة شبيبة القبائل والمنتخب الوطني سابقاً جمال منّاد يواصل سرد الحقائق والأحداث. هذه المرة يتحدث جمال منّاد عن عديد الأمور من بينها 88 توفى بابا الله يرحمه. دونك كنت في ظروف يعني سيئة، ما يعني مونطالمون ما كنتش مليح كاع. إذا تجيب واحد جامي لعب بمقابلة، نص مقابلة في تصفيات، وتجيبو ديرو ديريكتومون تكونفوكيه يروح لا كوب دي موند خيخوني تو. كانوا تغلبوا علينا، يعني تغلبوا علينا بطريقة ماشي رياضية سانسيرمون. في ليكيب ناسيونال اليت دون اون بيريود دو ترانزيسيون. مي انا كنت من عشاق تاع الالماس الله يرحمه. لازم تفرق بين لاعب أسطورة ومدرب. خلاص مدرب، خلاص ما راش مدرب، خلاص خلاص. كل هذا وغيره تتابعونه عبر قناة الهداف في الأوقات التالية.